بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توكلنا على الله يا شباب، حياكم الله في الآلة أو الديفايس الجديدة هذه التي نسميها Throttling Devices، أدوات الخنق، وما هي إلا الصمامات والمحابس التي تستخدم في شبكات صناعية من أجل تخفيض أو التحكم في كمية الفلوريت. يقول لك التعريف حق Throttling Devices: impose a restriction into a line الذي من خلاله يمر غاز أو ليكويد، مما يؤدي إلى significant reduction in the pressure، نقص كبير في البريشر. وإذا نقص الضغط يا شباب فعندكم ثلاثة حالات بالنسبة للحرارة من دون اشتقاق، من دون تفاصيل لأنها مبحوثة جيدا في ثيرموتو. إما أن تنقص الحرارة نقصانا شديدا، وهذا يفيدنا في الثلاجات وفي السوائل حقتها اللي هي الريفرجرنتس، أو أن تظل الحرارة ثابتة لا تتغير، وهذا يحصل في الأيديال غازز، أوكي؟ أو أن تزداد الحرارة وهذا يحصل في الريل غازز أو في الستيم السوبر هيتد ستيم إلى آخره. طيب نبغى نشوف كيف تكون الانرجي اكويجن بالنسبة لهذه الديفايس. سهلة جدا. الآن قولوا لي إيش تتوقعون من هذه الحدود سيختفي؟ والله شوفوا يا شباب، امشوا نحقق مع الكيو. قالوا لك الكيو will be cancelled. قلنا لهم ليش؟ قالوا أساسا الاريا سطح الصمام من جوا ليس بالكبير، أوكي؟ وأيضا فإن الفلو يمر بسرعة يعني شبه كبيرة عبر الصمام عبر الفالف، فما في وقت بحيث إن الهيت تخرج من الموليكيولز إلى العالم الخارجي. قلنا معقولة، يلا وافقنا معكم الكيو بزيرو. قالوا أيضا الورك بزيرو، وهذا واضح جدا ولا يحتاج نسألهم. وقالوا أيضا التشينج في البوتنشال انرجي بزيرو، قلنا برضه واضح جدا لأنه نفس الليفل. وبالتالي خرجوا بهذه المعادلة للإنرجي إكويجن الخاصة بالثروتلينج ديفايسز. بعدين قالوا ركزوا معانا، قلنا طيب إيش في عسى خير؟ قال شوفوا إحنا بنكنسل الكاينتيك إنرجي تيرم هذا مع صاحبي هذا. قلنا ليش؟ قالوا الفلوسيتي هنا is the same like the velocity here. قلنا لحظة لحظة لحظة، هذه ما تلعبون علينا فيها. كيف الفلوسيتي هنا تساوي الفلوسيتي هنا؟ هنا أكيد الفلوسيتي بتكون عالية جدا لأن الأريا صغيرة. قالوا لك يا ابن الناس كلامك سليم، لكن لاحظ الآن إحنا ما حنقيس الفلوسيتي بالضبط هنا عند الريستريكشن. قلنا أجل وين حتقيسونها؟ قالوا we will go several diameters downstream، سنتحرك إلى اليمين بضع diameters من الديامتر حق البايب ونقيس إيش؟ ونقيس الفلوسيتي. قلنا له مش حصلته؟ قالوا وجدنا ان الفلوسيتي هنا تسترجع عافيتها، نعم ما ترجع 100% زي في 1 هنا، لكن تصبح كومباريبل مع في 1 هنا، وبالتالي يصح ان نكنسل الثنتين مع بعض. ومن باب اثراء هذا الفيديو تستفيد يا ولدي، جبت لك دراسه نشرت عام 2013 بواسطه مجموعه من الباحثين. الدراسه كانت على الفلو ثرو A butterfly valve اللي هو صمام الفراشة يسمونه، باستخدام السيموليشن بالحاسب الآلي. الذي تراه الآن هو توزيع السرعات باستخدام الكونتور بلوت، بمعنى أنه اللون الأزرق معناته أن الفلوسيتي تقريبا هنا، والأحمر معناته أنها جدا عالية، وإن بتوين إن بتوين. هيا لاحظ يا ولدي الآن الزاوية الغلق حق البترفلاي فالف كانت 60 درجة، أوكي؟ هتلاحظ ان السرعة سماوية تقريبا هنا في الفالف أبستريم، يعني وين احنا وين في هذا المكان. اول ما نوصل الى منطقة التشوكينج الاختناق هنا هتصبح السرعة عالية جدا فوق وعالية جدا اسفل، بينما هنا في المنطقة هذه الخلفية تنخفض بشدة، تمام؟ طيب ثم بعد ذلك تبدأ تتزايد 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 الى ان تصل الى هنا. أنا قلت لك في الشرح أنه وجدوا العلماء من القياسات مش باستخدام المحاكاة أنه after several pipe diameters
هنا أنا قستها الآن وجدت أنه بعد 4 diameters of our pipe رجعت السرعة تقريبا إلى نفس قيمتها before الفالف. هنا إن شاء الله أعطيتك إثراء وتصور عن أن الأسامشن هذه جيدة و we can use it. قلنا والبريشر، قالوا البريشر هو الضحية، أوكي؟ يعني there will be a lot of reduction in the pressure. وسبب نقصان البريشر يا شباب ليس كما يكتب بعض المؤلفين أن الاحتكاك في الصمام هو الذي يجعل البريشر ينقص، لا، السبب خفي. كيف يعني؟ السبب يا شباب هو أن عندك هنا abrupt expansion، تمدد مفاجئ. ايوه ايش يعني تمدد مفاجئ؟ عندك سريان الآن يمر من هنا ويواجه بعد كذا اريا ضخمة، بينما هنا الاريا صغيرة جدا، وانت لما يخرج وينفجر هنا او يطلع بوم زي كذا لا يجد امامه بستن فيسوي وورك، لا يجد امامه سبرينج يعني دن وورك اون ذا سبرينج الى اخره، فتحصل نوع من الدوامات الضخمة هنا واحتكاك الى اخره، فيضيع علينا ايش الوورك. معناته يا دكتور ان الثروتلينج ديفايس از ريفرسبل بروسيس او نان كوازاي كوليبريم بروسيس. اي نعم، لكن احنا الان نبتعد شويه عن المنطقه اللي فيها الريفرسبيليتي هذه او اللي فيها الاحتكاك والنان كوازاي يعني ايشيو. طيب خلاصه الكلام هنا موجود، اقراه بالعربي. على الرغم من ان السرعه قد تكون عاليه نسبيا بالقرب من منطقه الاختناق اللي هي الريستريكشن زون هذه، غير ان القياسات التي تم اجراؤها قبل وبعد منطقة الاختناق يعني سفر الديامترز هنا داون ستريم and سفر الديامترز أب ستريم، أوكي، توضح في معظم الحالات أن التشينج في الطاقة الحركية للمائع يمكن إهماله، تمام، وبالتالي فإن الانثالبي before the device is the same like the enthalpy after the device، ويسمون هذه العملية isenthalpic process. isenthalpic بروسيس. طيب بما ان الاتش 1 تساوي اتش 2 وكان عندنا ايديال غاز، كيف سيكون وضع الحراره؟ والله على طول هذا جاء في الفاينل. اذا كان ايديال غاز فالايديال غاز الانثالبي داله في ايش؟ في التمبريتشر فقط. فبما ان الانثالبي از ا فانكشن اوف تمبريتشر اونلي، فان التمبريتشر اولسو از كونستنت في حاله الثروتلينج بروسيس. طيب من دون مثال ما يتضح المقال، ناخذ لنا المثال هذا يا شباب. يقول لك عندنا صمام او ثروتلينج ديفايس يمر عبرها او قبلها ساتوريتد فيبر ريفرجرنت 134A، الفريون اللي رقمه 134000، ضغطه 500 كيلو باسكال، ويصير له خنق داخل الصمام هذا لدرجة ان البريشر افتر ذا يعني ثروتلينج فالف ينقص الى 200 كيلو باسكال ان ستيدي فلو ثرو ذا فالف. قال بامكانك تتجاهل الكاينتيك انرجي قبل وبعد المدخل، قلنا احنا اوريدي شرحنا للشباب. طيب ايش طلب من شبابنا؟ قال سكتش ذا انلت اند ذا اكزيت ستيتس اون ا تي في دايجرام، وبعدين اوجد الاكزيت تمبريتشر. طيب حبا وكرامه هنرسم التي في دايجرام اللي طلبوا مننا. الضغط قبل الصمام كان 500 كيلو باسكال، والساتوريشن تمبريتشر كورسبوندينج تو 500 كيلو باسكال، اذا رحنا للجداول حتجدها بكم؟ ب 15.74 سيليزيوس، وهو نص على ان الار 134 عباره عن ساتوريتد فيبر، يعني الستيت هنا از فيكست، والاكزيت بريشر قال لي كم؟ 200 كيلو باسكال، لكن ما يوجد عندي خصيصه ثانيه اقدر اثبت الستيت، لكنكم بتساعدوني. نبدا على بركه الله، الماس بالانس ما يعطينا اي شيء، بيقول لنا ان ام دوت قبل وبعد زي بعض. الانرجي بالانس هاويفر ات جيفز مي انه الاتش 1 از ايكوال تو اتش 2. اها معناته انه دعوني اجيب الاتش 1 هنا ان ذا انلت ستيت، وبالتالي هحصل على H2 هنا، وبالتالي أقدر أثبت الستيت 2. نروح إلى ستيت 1 اللي هي 500 كيلو باسكال والكواليتي بواحد. أقرأ أنا وياكم على طول الـ H1 حتساوي HG at 500 كيلو باسكال، وتطلع الرقم اللي قدامكم.
وبالتالي فإن H2 هنا على البريشر هذا حتكون 256.07، وأروح إلى Saturated Liquid Vapor Tables وأدخل ب2 بار اللي هي 200 كيلو باسكال و H2 اللي هي 256.07، وحلاحظ أن الإنثالبي هذه أكبر من الـ HG هنا. أوكي، الـ HG سلمكم الله Saturated Vapor Enthalpy at 200 كيلو باسكال أو at 2 bar تساوي 241، واختنا هذه كم؟ 256، بمعنى أنها إيش؟ سوبر هيتد فيبر. فعلى طول مباشرة أترك الجدول حق Saturated Liquid Vapor وأروح إلى هذه الحالة ثبتناها إلى تيبل A12 بالنسبة لطلابي اللي يدرسون من موران، وأدخل إلى السوبر هيتد جداول وأقرأ عن 2 بار و H2 256.07 كيلو جول بير كيلوغرام، لكن للأسف بأجد أني لازم أسوي انتربوليشن، لأني وجدت أنه عند 200 كيلو باسكال في 250.1 الانثالبي، ثم التي تليها 258.89، بينما الـ H2 حقتنا هي 256.07، فهنا كانت بصفر مئوي وهنا 10 مئوي، و T2 حقتنا سويت الانتربوليشن طلعت كم؟ 6.79 درجة مئوية. مسألة حبوبة تستاهل أفواهكم. نكتفي؟ لا، نديكم كمان واحدة ثانية. ناخذ لنا Saturated Liquid فريون R22 حرارته 24، ايش صار فيه؟ دخلوه عبر Throttling Device لEvaporator Chamber، غرفة تبخير، Having a pressure of 150 كيلو باسكال، حجرة التبخير الفلاش اند تشامبر هذه يسمونها. قال لك سكتش ذا انلت اند ذا اكزيت ستيتس ان تي في دياجرام. حلو السؤال هذا، يعجبني. فايند بعدين فايند ذا اكزيت تمبريتشر وفايند الفراكشن اوف ذا ليكويد اند فيبر ان ذا تشامبر. حلو حلو حلو، مساله يعني فيها شغل. نبدا على بركه الله. هذا هو التي في دياجرام يا شباب، وانا اعرف ان الحراره 24 درجه مئويه وساتوريتد ليكويد، اهو هذه هي 24 درجه مئويه، واقدر اقرا الكورسبوندينج ساتوريتد واقدر اقرا الكورسبوندينج ساتوريشن بريشر الخاص فيها اللي هو 10.164 بار، وهي ساتوريتد ليكويد معايا. فعلى طول الاتش اف، فعلى طول اتش 1 معروفه حتكون الاتش اف هنا. طيب قرينا الاتش 1 حتساوي اتش اف which is equal to 74.04 كيلو جول. وخذوا معاكم في الطريق يا شباب في 1 اقروه يساوي 0.8369 في 10 to the minus 3، يعني اهو الرحله مجانا رحنا لين هناك. طيب بما اني عندي هنا throttling valve، فمعنات كذا ما بعد الثروتلينج فالف الانثالبي حقته اللي هي H2 حتساوي H1 حتساوي 74.04. كلام سليم ولا لا يا شباب؟ ابدا كلام سليم. طيب انا اعرف الان البريشر هنا ب 150، وابغى اقرا HF و HG. HF ب 8.7 و HG ب 236.87، أبا أقارنهم بأختنا هذه اللي هي 74.04. بسم الله، شوف تلاحظون أن 74.04 أقل من الـ HG وأكبر من إيش؟ من الـ HF. ماذا يعني ذلك؟ يعني يا أستاذ we are in the saturated liquid vapor region، في الوسط هنا. جميل جدا. هو طلب يا ولدي أوجد الـ exit temperature، بما أننا في Saturated Liquid Vapor Region فحتماً Exit Temperature هي Saturation Temperature الخاصة بإيش؟ بالبريشر، صح ولا لا؟ صحيح يا أستاذ. ماينس 32 حطينا هنا. وش يبغى كمان؟ قال لنا حاجة فقرة C هنا، Find the fraction of liquid and vapor in the chamber. إيش السؤال هذا؟ والله لا درستونا لا fraction ولا ما fraction. لحظة يا حبيبي، هذا عليها 5 درجات عشان الـ A plus students واللي مذاكرين مزبوط. الآن تقدر تجيب لي الكواليتي الآن هنا؟ سهلة جدا يا أستاذ، بما أنه الانثالبي معروفة اللي هي H2 وأنا أعرف HF2 و HFG، أقدر أسوي المعادلة هذه وأجيب لك الكواليتي 0.29. جميل جدا. لما الكواليتي is equal to 0.29، تعريف الكواليتي من شابتر 3 إيش كان تعريفه زمان؟ كان الماس الخاصة بالفيبر على التوتال ماس، ضربنا 0.29 في 100، معناته ان الماس اوف ذا فيبر
is equal to 29%. والماس of the liquid is equal to 71%. لاحظ والليكويد ترى يكون أسفل هنا في حجر الوميض اللي موجودة في محطات التحلية، ويوضع لها صمام من أسفل عشان إيش الموية تنزل في الممر هذا، وأما الفيبر بيكون فوق ويوضع له صمام في أعلى الحجرة يمر فيها. مسألة روعة وسهلة وحبوبة، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.